أنا برأيي الرد حتمي، والرد سيكون موجع. لما أنا بقول تعليمي، يعني تعليمي بتوجع، ما أنه والله أنه رمزية أو شيء، لا أبدا. الرد ما بيقدروا ما يردوا، لأنه إذا اليوم محور المقاومة مرد، معناتها عم يقول له لإسرائيل، عم يقول له لإسرائيل أنه أنت اليوم فيكي تضربي وتجتاحي من دون ما حدا يرد عليك. اليوم محور المقاومة بعد كل اللي صار، والمقاومة بلبنان تحديدا بحاجة إلى تفعيل توازن الرعب وتفعيل وتعزيز قوة الردع لتقلها لإسرائيل بأنه أنت ضربك للعاصمة لضاحية بيروت الجنوبية ما بمر مرور الكرام، واليوم الإسرائيلي ما بيفهم إلا هيك، نحن قدام مجنون وفالت. فبالتالي لا أمريكا عم تقدر يعني تلجمه، ولا الاتحاد الأوروبي عم يقدر يلجمه، ولا أي حدا من العالم عم يقدر يلجمه. ما بقى يلجمه إلا الرد، وبعدين هيدا الرد بده يورط يعني نتنياهو أكثر وأكثر. لأنه إذا ملاحظ اليوم، لما قلت لك أنه الإسرائيليين عم يناموا بالملاجئ، طيب هيدا اليوم الإسرائيلي هو نايم بالملجأ، حيقول أنه نحن اليوم ورطنا نتنياهو، خصوصا أنه اليوم الأكثرية الساحقة من الشعب الإسرائيلي هي ضد نتنياهو، صارت نتيجة عدم قبوله بالمفاوضات وبوقف أطلاق النار. وإذا ملاحظ أيضا من المجلس الحربي المصغر، خرجت أصوات بأنه نحن لم نكن على علم بضرب لبنان وباستهداف إسماعيل هنية. بلينكن وزير الخارجية الأمريكي أيضا كمان كان عنده مثل نفض يد من نتنياهو بهذا الإطار. وإجا الاتصال العاصف الأخير ما بين جو بايدن، واللي نقلت وسائل إعلام أمريكية بأنه قال له أنت ما فيك تعتمد علينا بكل الارتكابات يلي أنت عم. بس قدي بعده العالم قادر يوثق بهذا الكلام؟ لا يعني قدي بعده قادر يوثق أنه فعليا الأمريكاني ما بده الحرب، وفعليا الأمريكاني عم يضغط على نتنياهو أنه ما يوسع حربه؟ طب هلقد صارت ضعيفة أمريكا؟ أمريكا مش قصة أمريكا ضعيفة. اليوم أمريكا مش عم تحارب دول. لو أمريكا عم تحارب دول، كانت من أسهل ما يمكن من أول 10 أيام كانت عطت نتنياهو اللي بده وخربت الدنيا. اليوم أمريكا بدها تحارب تصير حركات مقاومة. يعني بدنا نرجع لزمن فيتنام، وبدنا نرجع لزمن المارينز ببيروت، وبدنا نرجع لهيدا المشهد. وما بظن اليوم أمريكا أمام الاستحقاق الرئاسي اللي عندها بتقدر تخوض استحقاق الرئاسي ويكون عندها حرب بالمنطقة وعم تتعرض مصالحها للضرب والاعتداء. شو بده يكون موقف المجتمع الأمريكي من هذا الإطار؟ فاليوم نحن مشان هيك أمريكا اليوم أمام 3 سيناريوهات ما في غيرهم. السيناريو الأول أنه يستدرج نتنياهو واللوبي الصهيوني واليمين المتطرف معه إلى حرب. بس هيدي الحرب منعرف كيف بتبلش، بس لما منعرف امتداداتها لوين، يمكن توصل لروسيا والصين ويصير فيه انقسام على مستوى العالم، وما منعرف كمان شو تداعياتها وشو ممكن يكون نتائجها وخسائرها. السيناريو الثاني أنه يضرب محور المقاومة وتجبر نتنياهو على رد شكلي واستيعاب هذه الضربة، وترجع ترجعه على رشده مثل ما كان قبل بموضوع التفاوض وورقة جو بايدن حول وقف اطلاق النار وتبادل صفقة التبادل وانهاء هذه الحرب، كمان لانه مثل ما قالت امريكا ما عندها مصلحة تخوض انتخابات وفي حرب بالمنطقة. السيناريو الثالث، وانا برأيي هذا السيناريو يعني الاوفر حظا، انا مثل ما بشوف انه ما بقى فيها أمريكا تستحمل أو تتحمل كوارث جنون نتنياهو. لأنه اليوم إذا منشوف بعد اللي صار بالكونغرس، أنه نتنياهو انقلب على الأمريكي شخصيا لما ضرب كل أوراق التفاوض، وانقلب على ورقة جو بايدن لما قال على حماس الاستسلام وتسليم الأسرى، وما بقى في تفاوض. هو أعاد الأمر إلى المربع الأول ورجع يضرب بغزة مثل ما كان عم يضرب قبل، وعم يستمر بحرب الإبادة. فإذا صار في قناعة عند الأمريكي وعند المجتمع الدولي بأنه نتنياهو ما بقى في إمكانية للحل بوجوده، هو يعرقل كل أنواع الحل، فضلا عن أنه يعني اليوم
كلنا بنعرف بأنه أمريكا تريد الحفاظ على الكيان الإسرائيلي، وهي عم تجهد من فترة طويلة أنه يكون الكيان هو عبارة عن دولة طبيعية بالمنطقة. جابت له بعض الدول العربية، عملت لهم تطبيع معهم، بس اليوم في حال انتهيت الحرب ورجعت أمريكا على مساعيها لإعادة إسرائيل دولة طبيعية، هل تستطيع أي دولة عربية أن توقع أو أن تطبع مع نتنياهو الغارق إلى رأسه بدماء الفلسطينيين؟ بعتقد أبدا لا. فبالتالي اليوم أمام يعني رغبة أمريكا بالدفاع عن أو بالحفاظ على هذا الكيان، حتكون أمام خيارين: يا بتحافظ على الكيان وبتضحي بنتنياهو يلي عم ياخد بفعل حماقاته الكيان إلى الانهيار، يا أما بدها تحافظ على الكيان وتضحي بنتنياهو. أنا بالمشهد المقبل مني شايف في نتنياهو أبدا.